معاذ رفقة مصطفى بعدما لم يوفق السنة الماضية في نيل شهادة البكالوريا، إصرارهما على النجاح جعل منهما صديقين حميمين لا يفارقان بعضهما. وبعد قطعهما لمسافة الطريق راجلين ما بين البيت ومركز الامتحان، ها هما يصلان في الوقت المحدد. هذا العام أنا معيد سنة، أصريت باش نعاود العام كنت حصل على شهادة البكالوريا. أنت من أول عام وأنا ولد مع التلميذ ولد عمي بركة معاذ صديقي، نصابرو ونراجعو باش يا ربي نلحق الأمنية نتاعي ونحقق أني نولي أستاذ إن شاء الله، أدب عربية إن شاء الله. كما كالعادة حرص إن شاء الله المراجعة من بداية السنة إلى يومنا هذا إن شاء الله مع صديقي بركة مصطفى، إن شاء الله التوفيق والنجاح من الله. امتحانات شهادة البكالوريا بولاية عين صالح سخرت لها مديرية التربية للولاية كل الظروف لإنجاحها بما في ذلك الطاقم البشري. يمر على المراكز كلها جاهزة، المعطرين كلهم متواجدين على مستوى المراكز، كل مركز راه مزود بمولد كهربائي. أنا اطمنت على قضية التكييف وللحمد التكييف راه جيد جدا. عدد الممتحنين عندنا 2057 ممتحن، منهم 988 من الذكور وكذلك 1069 من الإناث. هكذا إذن بولاية عين صالح تقدم لاجتياز شهادة البكالوريا أزيد من 2050 مترشحا ومترشحة مع دعوات الأولياء لأبنائهم بالتوفيق والنجاح.